الخليجية ونبدأ بالخبر الذي تم تداوله هذا الأسبوع الذي يخص اجتماع مرتقب بين رئيس الفاف سيد وليد الصادي وميشيل أوليس شهر مايو القادم من أجل ضم هذا اللاعب إلى المنتخب. خبر جيد جدا، قلت لك ميشيل أوليس سيكون إضافة كبيرة جدا للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن في المقابل قدومه قد يعني تقلص نسبة احتمالية عودة رياض محرز إلى المنتخب الوطني الجزائري. الآن عندك حاج موسى، عندك جايطان، وضيف لهم أوليز، كلهم لاعبون شباب ينشطون في نفس هل المنصب. هل هو أحسن لاعب جزائري حاليا في الرواق الأيمن أم في الرواق الأيمن؟ نعم محمد، يلعب منذ موسمين تقريبا أساسي رغم صغر سنه مع كريستال بالاس في أقوى دوري بالعالم، قوي جدا، بنية جسمانية ما شاء الله، تمريرات طولية رائعة، قوي في المهارات في المراوغة، سريع، لذلك سيكون إضافة ودعم كبير جدا للمنتخب الوطني الجزائري. ميدو، أوليز ممتاز جدا، لكن علينا أن نغير من منصب بعض اللاعبين للاستفادة منهم جميعا. لما تشاهد أنه لو يأتيك أوليز راح يكون عندك على الجهة اليمنى أوليس، لا تحدث عن المحرز والباقي، تحدث عن أبي سيغارسين، يكون عندك أوليس وبو عناني وقايطان وحاج موسى، أربع لاعبين، بالإضافة إلى أدم ونس في سن 28. قلت لك ما نحكيوش على الحارس القادم، نحكيو لي جون جوار هادو 21 22 23، عندك أربع لاعبين يلعبوا في منصب واحد. هنا على المدرب أن يكون أكثر ذكاء وحيلة من خلال محاولة التنوع وإيجاد منصب للاعبين اخرين على الاقل، لانه ممكن انك ما تستدعيش الاربع لاعبين، ممكن تنحي واحد، لكن ما تقدرش تضحي بلاعبين بلاعب اخر ممتاز من هؤلاء الاربعه ولا يكون في القائمه. حسين، لاعب أوليز محمد لاعب جيد، لاعب جيد، لكن صعب محمد، صعب انك تعوض رياض محرز من الجهه في الجهه اليمنى، لان رياض محرز قدم اداءات كبيره خاصه في النادي تاعو لما كان في ليستر سيتي. أوليز لازم يكون يعني محمد لاعب لينسيك في رياض محرز، يعطي لك مردود أكبر من ما أعطاه رياض محرز. هذا هي كرة القدم، دائما لما لاعب يكون في منتخب وطني ما أو في فريق ما لازم يكون أداء تاعه راقي، لازم يكون أداء تاعه كبير باش يكون أحسن من اللاعبين السابقين. نعم، والحديث دائما عن رياض محرز، هل سيعود أم لن يعود؟ يستطيع العودة محمد، يستطيع العودة مع رياض محرز، يقدر يعطي الإضافة، ما زال يعني قادر على أن يعني يعطيك حل من بين الحلول، لأن رياض محرز لاعب عنده خبرة كبيرة في الميادين الأوروبية والميادين الإفريقية أيضا. هو يعني في مشواره هذا كله محمد عنده يعني عنده سيرة ذاتية مملوءة محمد إلا بالأشياء الإيجابية. رياض محرز ما تستناش محمد أنه يقوم يعني بمباراة في 90 دقيقة يقوم بكل شيء، لكن محمد في رياض محرز في جزئيات صغيرة يقدر يغير لك منحنى مباراة، يقدر يعطيك الإضافة حتى وين الآن رانا نشوفه في النادي تاعو. نعم، كيف راه يسير. بالرحمة فاز على نوت مع نادي ليون 3-1 هذا الأسبوع، بالرحمة تسير أمره بشكل جيد منذ التحاقه بنادي ليون الفرنسي. نعم، عودته إلى الدوري الفرنسي بعثت مشواره من جديد. نعم، بعدما تراجع مستواه كثيرا في الدوري الإنجليزي مع نادي وستهام وقلت دقائق لاعبها، الآن يلعب أساسيا بشكل منتظم مع نادي ليون، يقدم الإضافة في كل مرة يشارك فيها، حتى مع المنتخب الوطني الجزائري شاهدناه متحرر كثيرا مع المدرب الجديد، لذلك أموره تتحسن من يوم لآخر. نعم، رايان أيت نوري هو أكثر ظهير أو مدافع نجاحا في المراوغات في البريمير ليج هذا الموسم بواقع 55 مراوغة ناجحة لحد الآن، وبنسبة تعدت 61% من المراوغات الناجحة. لاعب مهاري، لاعب. نعم، مهاري أيت نوري، لاعب عنده رجل يسرى يعني سحرية، لاعب اللي في المباراة الأخيرة شفناه كيف المدرب تاعو داره يعني كجناح أيمن، وين شفنا يعني الأماكن المفضلة للاعبين اللي يلعبوا بالقدم اليسرى دائما ما يلعبون على الجهة اليمنى مثل ميسي أو محرز أو هاد اللاعبين فودان، هناك عدة لاعبين، برناردو سيلفا. شفنا أيت نوري في المباراة الأخيرة قام بمباراة كبيرة وكان جد خاطر بالنسبة للفريق الخصم، وين يعني دار عدة لقطات. لاعب ممتاز محمد، الأداء تاعه هو اللي يتكلم عليه هذا الموسم، نتمنوا أنه يسير بنفس الخطى ويقعد يعني في نفس المنوال. نعم، ميدو،
ايت نوري انا قلت لك المره الماضيه كما كنا نتحدث على مباراه المنتخب الوطني قلت لك سي البوتونسيال سي السول في هذا التعداد اللي راهو سي السول جوار اللي عنده بوتونسيال 5 ايطوال يعني ممكن انه يلعب في نادي كبير وكبير جدا في اوروبا في السنوات المقبله لذلك ان شاء الله يواصل على هذه الطريقه راه يقدم في موسم رائع وفي مباراه امام وست هام هذا الاسبوع تقريبا شارك كجناح ايمن وليس كظهير ايسر ولا وسط ميدان لعب كاريموني لي دروا وكان قدم اداء جيد لانه تقنيا ممتاز جدا وعنده السرعه ويدافع ويهاجم بنفس الطريقه لذلك مع مدربه في ولفرهامبتون يعيش افضل فترات مشواره الكروي لقى مدرب اللي يفهمه وقدر يوضع الثقه في امكانياته. نعم ياسين بن زياد سجل ثنائيه هذا الاسبوع منها هدف من مخالفه مباشره رائع. في الدوري الاذاري يعني. نعم نتمنى ان يغادر الدوري الاذاري ويعود الى اوروبا على الاقل يعود الى مستواه الحقيقي وتستفيد منه ويستفيد منه المنتخب الوطني الجزائري في قادم الايام. نعم اسماعيل بن ناصر لعب هذا الاسبوع وفاز مع ميلان 3-0 امام ليتشي. دخول جيد بالنسبه لبن ناصر يلعب بضع دقائق شيء جيد مهم محمد لان بن ناصر عاد من اصابه خطيره وهذا الاونه الاخيره كان لعب واحد المرتين او ثلاث مرات 90 دقيقه لازم عليه يعني المدرب انه يتعامل مع بن ناصر لانه لاعب ممتاز لاعب لفريق ميلان اسي يسحقه في السنوات القادمه اللاعب مازال صغير في السن لاعب اللي راح يمد اضافات كبيره لفريق اضافه كبيره لفريق ميلان اسي في السنوات المقبله لهذا لازم تكون يعني طريقه تحضير هذا اللاعب وعدم يعني اعطاه المباريات اكثر من اللازم. مع بن ناصر نشوف بيولي يحمي فيه بافضل طريقه ممكنه كل مره مرات اساسي مرات احتياطي يعطي له او يدور له في لو طون جو ديالو شيئا فشيئا لذلك نتمنى ان تبتعد عنه فقط لعنه الاصابات ويبقى في المستوى العالي دوك الفو كي ريتروف دابور لو ريتم اللي كان به قبل الاصابه يسترجع نفس النسق اللي كان به والوتيره اللي كان يلعب بها وهذا الشيء ماشي يجي ممكن انه يجي من خلال حرق المراحل ولا حرق اللاعب مباراه الى مباراه مثل ما اردنا ان مثل ما حدث له لما انتقل للعب كاس افريقيا كان اكبر خطا ارتكبه اللاعب والناخب الوطني لانه لاعب عائد من 8 اشهر توقف ما تقدرش تديها الادغى الافريقيه يلعب في 40 درجه والميديتي كاتلوفا وشفنا في اول مباراه اصيب ولم يستكمل المنافسه. امين رجت بعض الاخبار هذا الاسبوع حول امكانيه عوده رياض محرز الى ناديه الاول في انجلترا نادي ليستر سيتي من اجل ان يختم مشواره الكروي هناك، هل هذه الأخبار قابلة للتصديق؟ هل يمكن أن نرى محرز مرة أخرى في البريمير ليج؟ أكيد ولما لا؟ لو يعود إلى الدوري الإنجليزي سيعود إلى مستواه على الأقل سيعود إلى الفورمة اللازمة، في السعودية تشعر كأنه محرز يلعب من أجل اللاعب وفقط حتى أنه لا يستمتع بالمباريات مثل ما كان يفعل في الدوري الإنجليزي، لذلك عودته إلى ليستر سيتي حسب رأيي ستكون قرارا إيجابيا